انا شاب لسه صغير، يا مش انا يعني مالكش دعوه، عايز ابقى مخرج. قفشت معايا ابقى مخرج، انا بخرج على تيك توك وبخرج على مش عارف ايه، بخرج عايز ابقى مخرج بقى، عايز ابقى مخرج، عايز ابقى محمد دياب. اشمعنى محمد دياب؟ مفيش اي فرق بينك وبين، بالعكس انت إيه؟ انت سابقني النهارده. لو انت شاب صغير النهارده، العصر اللي احنا فيه ده، اللي عنده تليفون ما عندوش اي مبرر ليه ما يبقاش مخرج. الاخراج هو وجهه نظر. انا قلت لك نكته وقلت لك مره واحد كذا، مره واحد من اسماعيليه، انت تخيلته مش عارف طويل وانا تخيلته قصير، تصورك للموضوع. فالنهارده اي انسان ممكن يخرج. الحاجه الوحيده اللي هقولها لك النهارده، خش دور على كتب. للاسف قليلين الكتب اللي بتعلم سينما، لازم تحاول تبص. كل حاجه موجوده على يوتيوب، في كتب كلها موجوده. لو قادر تطور نفسك بالانجليزي لدرجه انك تقرا كتب وتطور نفسك في الدراما. يعني ايه الدراما؟ يعني بتفهم في التاليف. المخرجين الشاطرين اللي في مصر زي الاستاذ شريف عرفه، زي الاستاذ مروان حامد، زي طارق العريان في العصر ده الناجح، حتى اي حد انت في حياتك عبر العصور شفته ناجح، شطارته الاولى قبل ان هو بيعرف يخرج ويصور هي انه بيعرف يطور الدراما. يعني ايه يطور الدراما؟ يعني شاف السكريبت، شاف السكريبت فشاف انه الشخصيه الرئيسيه محتاجه تتطور وتزود لها كذا ونقرب مشاهد كذا ويقترح مشاهد ويغير. انت فاكر مخرج بيجي يخرج السيناريو ده؟ بيمسك السيناريو ويقترح اقتراحات تخلي اول صفحه تبقى اخر صفحه، واول يعني صح الفزلوك اللي جواه، الفزلوك اللي جواه لتطوير. وممكن يكون الفزلوك اللي جواه يقول له اوعى تغير حرف من السيناريو، ساعات بتحصل، بس غالبا كل حاجه قابله للتطوير. يعني كل حاجه قابله للتطوير. فالحاجه اللي هقولها لاي انسان معاه كاميرا، ارجوك اتفرج على افلام قصيره. لو عايز تبدا بافلام قصيره، كاميرتك في ايدك، اتفضل صور. انا ممكن بجد اقدر من كاميرا موبايل اقدر اقول لك انت بتعرف تخرج كويس ولا لا. وفي افلام بتروح مهرجانات كبيره جدا، لو شفت التصوير بشع بس الدراما حلوه. ما تخليش الافكار التقنيه انك فاكر ان انا هروح هوليوود. ناس كتير قوي عندها فكره ايه، انا هروح هوليوود لو عملت مشهد قلبه العربيه زي هوليوود. انا لما رحت في مشروع كبير زي ده كله اكشن وكله بتاع، عمر ما حد قال لي بتعرف تخرج اكشن، لان انت عندك تيم في كل عنصر هيقول لك الحاجات دي بتعمل ازاي، وانت شطارتك انك تبقى بقى كرييتيف وتاخد اللي بيقولوه تعمل حاجه جديده. انا شفت لك في لقطه ميكن كده انت قاعد تكسر عربيه، بقول له الاكشن وبقول له اضرب في وشك وبقول له كذا. ده لان انا عايز ازود. بس حتى عارف بقى، انت لو ما عندكش شخصيه وعايز تسيب الاكشن حد تاني يعمله هيعمله، بس الحاجه اللي ما فيش حد هيعملها لك تطوير الدراما. يعني ازاي السيناريو يجي لك مستوى 6 تخليها 10 او 9، دي اكتر حاجه بنصح بيها اي حد. فانت اعمل فيلم قصير لبدايه وسط ونهايه، بتقول بيه حاجه، حطه على اليوتيوب، اتفرج الناس رياكشناتها ايه، صور فيلم طويل، ابدا اكتب واعمل 10 افلام وحشه، 20 فيلم وحش، لغايه لما هتلاقي، وخد كومنتس وخد الناس بتقول لك ايه وطور نفسك. شخصيا انا لما قررت اخرج، انا ما كنتش اخرجت حاجه في حياتي، كنت اتفرجت على افلامي حصل فيها ايه، وقررت انا عندي وجهه نظر عايز اعملها. الكاميرا مش عارف بتتصور ازاي، بدات اتفرج على افلام عشان افهم التصوير ازاي. انا فاكر اول يوم تصوير 6 7 8، الممثلين وقفوا يلا يا جماعه، فقالوا لي لا مش ما بتتقالش يلا، انت لازم تقول اكشن. فقلت اكشن، لا يا استاذ محمد في حاجه قبل اكشن اسمها رول ساوند. رول ساوند وفي حاجه اسمها رول كاميرا. رول كاميرا بجد ده حصل فعلا، ولا ثقتي اتهزت، لان ولا فارق الكلام ده كله. الفارق انت ان انت تقدر تحط جوه الفريم صدق. انا عارف عنايا، انا ناوي اعمل صدق، هشوف الممثلين بيعملوا صدق، هعرف ان خلاص كات يا جماعه. اي لحظه انا حسيت انها مفتعله او مش كاني بكبش، مش كاني باخد جزء من الحقيقه، يبقى هي دي لحظه مش صدق، يلا نعملها تاني. لحظه صدق ده السر كان بتاعي. وان انا من نوع انا بقى دوده، قعدت اقرا كتب، قعدت اتفرج على المخرجين بيتكلموا على الاخراج، قعدت كتبت سيناريو جيد وطورته لغايه لما انا حسيت ان انا معانا سيناريو جيد. فارجوك يعني معاك موبايل اعمل افلام. حلو جدا. في كلام احلى من كده؟ انت مش معاك موبايل؟ تهري نفسك بقى الكبسوله الصحيح. اخر جمله هقولها في الحكايه دي، انا اشتباك لما كنت بعمله، كنت عامل نموذجين لان انا اصنع الفيلم. نموذج ان انا هعمله بمليون دولار، اللي هو حوالي 15 مليون جنيه مصري، وده اللي عملناه. ولو ما كنتش حاطط في دماغي، لو ما كنتش عرفت اجيب مليم، انا هبني العربيه خشب في جوه البيت، الفيلم كله من جوه العربيه، وهنور جامد قوي بره، بسميها تحرق بالنور لدرجه ان انت ما تشوفش حاجه، وكنت هصور الفيلم كله ولا مليم. فكان عندي نموذج اخر ازاي اصور الفيلم من غير ولا مليم.
ففي لكل حاجه مخرج والكرياتيفيتي المفروض تشتغل.